اللي تعرضت لهذا الشيء. كاين عدد كثير من الضحايا في هذه اللحظه يمكن ما وصلوش انهم يهضروا وما وصلوش انهم اجتمعنا اليوم باش نرفعوا اللبس على واحد العدد المغالطات. طبيعه الحال ماشي باش ناثروا على السلطه القضائيه في العمل ديالها، وماشي باش نناقشوا قضيه معروضه على السلطه القضائيه. هذا ما من حقناش، هذا في اعتداء على السلطه القضائيه وفي اعتداء على حقوق الناس. جينا باش نقولوا بلي القضيه عاديه وما عندناش لاش نديروا تصدير الازمه ونعطيوها ابعاد سياسيه وابعاد ما نعرفهاش. هذه قضيه المتابعه فيها التحرش، وهذا هو اللي كيتناقش في المحكمه ماشي على برا المحكمه. واذا جينا نخاطبكم اليوم باش نوصلوا على الاقل وجهه نظر، والمرافعه القانونيه كنخليوها في بلاصتها. اليوم وجهه نظرنا هو ان اللي عنده شي حق يمشي يطلبه في المحكمه، ما يسبش السيده الموكله ديالي اللي هي مطالبه بالحق المدني نجلاء الفيصلي. هي ضحيه تقدمت بشكايه، المشتكى به اليوم متابع، واكثر من ذلك كاين تشهير، كاين سب وقذف وتنمر متواصل ممنهج، ماشي غير من عنده، من عند ناس كثار للمساسي بها. هذه المساله خاصها توضع على حد. اللي عنده شي حق راه كاين السلطه القضائيه اللي ممكن يخاطبها وتوصلوا الحق وما كاين مشكل، ولكن ما نعتديش على حق الناس. اكثر شيء الاعتداء عليها لانها امراه، وانتم لاحظتوا شنو وقع اليوم. كلكم طرحتوا اسئله في صميم القضيه، اما عندها علاقه بالاثبات، اما عندها علاقه بالواقع، اما عندها علاقه بالتواريخ، اما عندها علاقه ببعض الملابسات اللي انتم بغيتوا توصلوا الحقيقه فيها. طروحات اللي هي مستفزه، وطروحات اللي للضحيه كتولي فيها متهمه. والا كان شي قضيه كتجمعنا، انا ما كنهضرش دابا على ملف، ولا الا كان شي قضيه كتجمعنا كحقوقيين فعلا، واننا كندافعوا على حق الانسان لي دووا اومان بمفهومها العام، والحقوق الفئويه، الرجل، المراه، الاطفال، الاشخاص وضعيه اعاقه، اي جهه عندها حق في شي حاجه خصها توصل ليه. وشنو هو المناط الدستوري ديال اي معامله مؤسسيه في الوطن ديالنا؟ بلوغ الناس لحقوقها وممارستها لهذه الحقوق في اطار القانون وفي اطار المؤسسات. اذا لا داعي للتحامل، لا داعي لان نلبس هذه القضيه لبوس لا 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 اللي كيقولوا بالدارجه ما كيواتيهاش.